الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لازلنا في سياق الفوائد المستنبطة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأظن وقفنا عند الفائدة الرابع عشر. من فوائد هذا الحديث مسألة: هل يجيب وراء المؤذن في التسجيل؟ إذا سمع الإنسان مؤذنا في التسجيل من المسجل، هل يجيب وراءه ولا ما يجيب؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب إن شاء الله هو التفصيل، وهو أنه إذا كان هذا الأذان الذي سمعته في التسجيل ليس هو مؤذن الوقت الحي، وإنما هو أذان مسجل يتكرر بتكرر الوقت، كالأذان المنسوب إلى بعض الأموات، مثل أذان المنشاوي وأذان عبد الباسط، وهؤلاء وقوم قد ماتوا رحمهم الله وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأذان عبد العزيز بن ماجد أيضا، فهؤلاء قوم قد ماتوا، فليسوا هم من يؤذن في الوقت أو للوقت، وإنما أذانهم قد سجل ويتكرر عند كل وقت، فهذا الأذان لا يشرع الترديد خلفه، لأنه لا يحمل شيئا من الأحكام الشرعية، لا يحمل هذا الأذان شيئا من الأحكام الشرعية. فكما أننا لا نجيز أن يجعل المسجل أذانا للوقت بدل المؤذن من بني آدم، بدل المؤذن المكلف، فكذلك لا نجعل له حكم الترديد. وأما إذا كان هذا الأذان الذي سمعته في التسجيل هو مؤذن الوقت أصلا الحي، ولكن نقل صوته من هاهنا وهاهنا في وسائل الإعلام، فلا حرج في الترديد وراءه. واضح المسألة يا جماعة ولا أعيدها؟ واضحة؟ أقول مرة أخرى: إذا كان ليس هو مؤذن الوقت، وإنما هو أذان رجل يتكرر عند كل وقت، فلا يشرع الترديد خلفه، ما نعطي هذا الأذان المسجل أي حكم. وأما إذا كان هو مؤذن الوقت ولكن نقل صوته، فلا حرج حينئذ أن يردد الإنسان وراءه. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده: هل يردد خلف مؤذن بعد فراغه من الصلاة؟ هل يردد الإنسان وراء مؤذن بعد فراغه من الصلاة، ولماذا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا ترديد وراءه، لأن الأذان الذي يشرع الترديد وراءه إنما هو الأذان الذي يدعوك إلى حضور المسجد وشهود الجماعة، وأما بعد فراغك من الصلاة فإنه قد انتهى المطلوب منك. وهذا يتصور فيما لو أن الإنسان صلى في المسجد ثم خرج إلى جماعة في استراحة قريبة، ولما يصلوا بعد ثم أذن أحدهم، فحينئذ ليس من السنة أن يردد الإنسان وراء هذا المؤذن، لأنه ليس هو الأذان الذي يدعوك إلى حضور الجماعة وشهود المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: ماذا يقال بعد، هل هناك سنة تقال بعد الترديد؟ يعني إذا رددت وراء المؤذن فهل هناك سنة تقال بعده؟ الجواب: نعم، هناك جمل من السنن. السنة الأولى بعد الترديد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكمل أنواع الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية، إذا كان الوقت متسعا عندك فالحمد لله، إذا قلت الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فإنها أكمل صيغ الصلاة وألفاظه المنقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تقول الدعاء المشهور الوارد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ففي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: فمن قالها حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم بعد ذلك تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
ثم بعد ذلك يشرع لك بين الأذان والإقامة أن تدعو. ودليل ذلك ما رواه النسائي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهل ترفع يديك في هذا الدعاء أم لا ترفع؟ القول الصحيح عندي هو مبني على قاعدة ذكرتها لكم سابقا، وهي أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع، ذكرناها سابقا. إذن الأصل رفع اليدين في الدعاء، لأن من جملة الأشياء التي ترجى معها الإجابة أن يرفع العبد يديه في الدعاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الدعاء أسباب الإجابة، منها الفقر وشدة الحاجة والمسغبة إلى الله جل وعلا، هذه واحد. ذي طمرين، أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب في بعض الروايات. ثم قال: يمد يديه إلى السماء، فدل ذلك على أن من أسباب الإجابة إن شاء الله ومما يتحرى عنده الإجابة رفع اليدين، لأن هذه هي صفة السائل الذليل لربه جل وعلا. ثم قال: يقول: يا رب يا رب، وهذه أيضا من أسباب الإجابة، وهي التكرار، وهي تكرار الدعاء، تكرار الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. فإذا الأصل أيها الإخوان أنه يرفع المسلم يديه في كل دعاء، هذا هو الأصل، إلا في الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها. مثل إيش يا جماعة؟ مثل الدعاء على المنبر، دعاء الخطيب على المنبر في غير الاستسقاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو على المنبر في غير الاستسقاء ولكن بدون رفع يدين، وأما في دعاء الاستسقاء فيشرع. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر يدعو، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ولا يزيد على أن يشير أن يقول بإصبعه هكذا وأشار بإصبعه السبابة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هل يجيب المؤذن نفسه بين في سكتاته بين ألفاظ الأذان؟ هل يجيب المؤذن نفسه في سكتاته بين ألفاظ الأذان؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن ذلك ليس من السنة، لأنه مشغول بألفاظ الأذان، والمتقرر في قواعد العلماء رحمهم الله تعالى أن المشغول لا يشغل، أن المشغول لا يشغل. فبما أن المؤذن مشغول بقول ألفاظ الأذان باستحضارها في ذهنه قبل قولها، فإنه حينئذ لا ينبغي إشغال قلبه ولا فكره ولا ذهنه بشيء آخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا. فإذا سنة المؤذن أن يؤذن ويرفع صوته، وسنة من يستمع هي الترديد. فالقول الصحيح إن شاء الله أنه ليس من السنة أن يجيب المؤذن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هناك بعض الألفاظ التي لا تثبت في الترديد، لقد زاد بعض الناس ألفاظا إما من عند نفسه وإما ألفاظ مبنية على أحاديث ضعيفة ونقول واهية. فمن ذلك قولهم الدرجة الرفيعة: آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذا تسمعونه كثيرا ولا لا؟ وهذا لا أصل له. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة، ليس في شيء من طرق حديث جابر ذكر الدرجة الرفيعة. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج. قال الإمام الألباني رحمه الله: شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج. وقال الإمام الألباني أيضا مرة أخرى قال: هي مدرجة من بعض النساخ، هي مدرجة من بعض النساخ. ومن ذلك أيضا قول بعضهم: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، وهي تتردد على ألسنة الناس كثيرا، وهذا مبني على النظر في الإسناد الذي جاءت فيه هذه الزيادة، وهي عند البيهقي وجمع، وقد صححها بعض الأفاضل وحسنها بعضهم وضعفها أكثرهم. والقول الصحيح إن شاء الله أنها ليست أن قولها ليس من السنة، أن قولها ليس من السنة لعدم صحة هذه الزيادة.
ولذلك قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش. وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع الطرق الحديث عن علي بن عياش. وإن كان الفتية عندنا في المملكة أنها تقال، وهي قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ولكن أنتم تعرفون أن المسألة مبنية على صحة الحديث وضعفه، والمسألة الخلاف فيها سائغ. طيب، هل من السنة بعد ذلك أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة إلى غيره؟ هذا الدعاء ورد في بعض الآثار، ورد في بعض الطرق، ولكن في الحقيقة هو زيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الترديد وراء المؤذن صفته توقيفية، فلا يجوز أن نثبت فيها إلا ما وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة، لأن كنا نجعلها من جملة المستحبات شرعا، هذا فيه إثبات حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. آخر مسألة في هذا الحديث حتى ننتقل إلى باب استقبال القبلة إن شاء الله: هل الأفضل للمؤذن أيها الإخوان أن يفصل بين التكبيرتين أو يدرج كل تكبيرتين معا؟ يعني هل الأفضل أن يقول الله أكبر ثم يسكت، ثم يقول الله أكبر ثم يسكت، يجعل كل تكبيرة بنفس خاص، أم أن الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر مباشرة؟ أيهما أفضل؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الحق إن شاء الله في هذه المسألة هو الجمع بين كل تكبيرتين، الجمع بين التكبيرتين بصوت واحد أو بنفس واحد. والدليل على ذلك الأثر والنظر. فأما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. قال: فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. واضح يا جماعة هذه؟ فهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأفضل للمؤذن أن يجمع بين التكبيرتين بنفس أو صوت واحد. وأما من النظر فلأنه جرى عند بعض المؤذنين أنه يختلط إذا فصل بينها، فينسي بعضها بعضا، فبعضهم يزيد خمسا وبعضهم ينقص عن أربع. فسدا لذريعة هذا الاختلاط والاضطراب في ألفاظ الأذان حتى لا ينقص منه ولا يزاد، نقول إن الأفضل للإنسان أن يقول ما قررته السنة في هذا، والله أعلم. هل عند السؤال في هذا؟ سم إيه؟ بعد الأذان يقول نفس الدعاء، لأنه انتهى شغله بالأذان. نعم سم. المنقول على الهواء يعني هو مؤذن في بعض بقاع البلد، ولكن نقل إلى جميع أجزاء البلد بالإذاعة وليس المسجل. أجل ما فهمت المسألة، أقول فهمت فتقولوا فهمنا. قلت لكم مثلت لكم مثل أذان عبد الباسط الله يغفر له والمنشاوي، مثل أذان بعض الأموات عندنا، فهذا أذان مسجل ليس هو مؤذن الوقت، ولا لا ليس هو من يؤذن في الوقت، فلا تتعلق به الأحكام الشرعية. المنقول فقط المنقول على حيا على الهواء، حيا على الهواء مباشرة. نعم. هل عندك سؤال فيما مضى باب الأذان؟ أثير المسائل التي خفيت علينا. طيب، ننتقل منها إلى باب جديد من أبواب الفقه الإسلامي، وهو باب استقبال القبلة، وهو باب زاخر بالمسائل والفروع والقواعد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شرحه وفهمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم ما بعد، قبل أن نبدأ في مسائل هذا الحديث نحب أن نقدم ببعض المقدمات في هذا الشرط. المقدمة الأولى: أجمع علماء الملة على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة في حال القدرة. لا تصح الصلاة إلا في حال، نعم، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة إلا في مواضع مستثنات سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. ودليل هذا الاشتراط هو الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرت. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويقول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وأما من السنة فكثيرة، وأما من الإجماع فقد حكى جمع من أهل العلم كموفق الدين بن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به إلا في مواضع مستثنات. المقدمة الثانية: أجمع المسلمون رحمهم الله تعالى على أن الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في كل بقاع الأرض، ففي كل بقاع الأرض يجب على المسلم في صلاته أن يتوجه إلى القبلة على حسب جهة القبلة في حقه. فأهل الشمال يتوجهون إلى الجنوب، وأهل الجنوب يتوجهون إلى الشمال، وأهل الشرق يتوجهون إلى الغرب، وأهل الغرب يتوجهون إلى الشرق، فتلتقي وجوه المسلمين في نقطة واحدة وهي القبلة، أليس كذلك؟ والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمراد به هنا الكعبة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت لم دع في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك، ومن شكك فيه فإنه كافر مرتد خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية، خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وإننا لنسمع بعض الدعاوى التي انتشرت من أفواه من لا يعرفون بالعلم ولا بالدين في دعوى توحيد الأديان أن يستقبل كل أهل دين قبلة الآخر، وهذه دعوى كفرية وردة. من اعتقد جوازها فإنه مرتد خارج عن الإسلام بالكلي. فاليهودي يستقبل قبلة النصراني، والنصراني يستقبل قبلة اليهودي، واليهودي والنصراني يستقبلون قبلة المسلم، والمسلم يستقبل قبلة اليهودي والنصراني، وكل هذه دعاوى كافرة، دعاوى لا تصدر إلا من أناس يعني قد خرجوا من الدين. فمن أقر هذه الدعوة أو أعان عليها أو أمر بها أو أشار بها أو سوغها أو أجازها فإنه كافر مرتد عن الإسلام. وإن استقبال القبلة من الأمور التي يعرف بها أهل القبلة، ولذلك تسمى أمة الإجابة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون أمة إيش يا جماعة؟ القبلة، أو نقول أهل القبلة. ولذلك يقول علماء الاعتقاد: إذا مات رجل من أهل القبلة، يقصدون به ممن يتوجه إلى الكعبة. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. وقبلة المسلمين هي الكعبة بالإجماع، هي الكعبة بالإجماع. وإن الله جل وإن توحيد توجيه المسلمين في صلاة من القبلة ليدل على قاعدة وأصل عظيم من أصول الشريعة، وهي أن الشريعة مبناها على الاتفاق والائتلاف لا على الافتراق والاختلاف. فعنوان هذا الاستقبال هو توحيد والمقصود منه هو توحيد المسلمين على قبلة واحدة، ولأنه عنوان توحيدهم
ووحدتهم وملتقى قلوبهم. وقد جعل الله جل وعلا هذه الكعبة قياما للناس وأمنا في دينهم ودنياهم وعند شدائدهم وفي أمور رخائهم وفي عسرهم ويسرهم. ولا يزال العالم بخير ما كانت قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا ورفعة. المقدمة الثالثة: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس. انتبهوا لهذا، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، فكان يجعل الكعبة فيما بينه وبيت المقدس حتى يستقبل القبلتين جميعا، قبلة إبراهيم والقبلة وقبلة اليهود. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها اليهود، اقتصر صلى الله عليه وسلم على استقبال بيت المقدس وترك استقبال الكعبة لعدم إمكانية الجمع بين الاستقبالين، أليس كذلك؟ ومكث على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني سنة وزيادة. فلما كان في السنة الثانية من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة، فاستقبلها واستقبلها المسلمون من بعده، ولا تزال هي قبلة المسلمين إلى أن تقوم الساعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره حريصا على موافقة يهود فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة، إلا أن كان قلب إلا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف كثيرا إلى أن ماذا يجمع؟ أن يوجهه الله الجهة التي يرضاها، وهي جهة أبيه إبراهيم وهي الكعبة. ولذلك كان يقلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء رجاء نزول الوحي من الله جل وعلا، فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن الله جل وعلا قد ابتلى المسلمين بهذا التوجه، حتى إن السفهاء قد نطقوا وقالوا: لو كان دينهم صحيحا فكيف يتركون قبلتهم التي كانوا عليها. وقد وصف الله اليهود بالسفه في قوله: سيقول السفهاء، والمراد بهم اليهود، من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاستقبال القبلة من الشروط التي أجمعت عليها الأمة. المقدمة الرابعة: أنواع استقبال القبلة. إن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير، ولا على الإثقال والتعسير، والله جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج. ولذلك استقبال القبلة قد يختلف من شخص إلى شخص، فالقبلة واحدة ولكن الأمر يختلف باختلاف من مستقبلها. الحال الأولى قبلة من يعاين الكعبة وبناءها، فهذا قبلته إصابة عين جدار الكعبة، فلو أنه حاد ببدنه يمينا أو شمالا حتى خرج عن مسامتة جدار الكعبة فإن صلاته باطلة لعدم وجود شرط صحتها. ولكن هذا الأمر يعسر في البعيدين، ليس كذلك يا إخوان؟ نعم. فلذلك قرر العلماء الحالة الثانية، وهي قبلة الآفاقي البعيد الذي لا يعاين المسجد الحرام. فقبلة الآفاقي هو إصابة جهة الكعبة، لما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه في حق من في المدينة ومن خلفهم أو من كان على جهتهم. فإذا استقبل الإنسان جهة الكعبة فإنه لا يضره أن يحيد بدنه يمينا أو شمالا ما لم يخرج بهذا الميلان عن جهة الكعبة. فنحن جهة الكعبة عندنا أي جهة؟ جهة الغرب. فلو أن بدنك مال يمينا أو شمالا بحيث لم يخرج بهذا الميلان عن جهة الكعبة فإن صلاتك صحيحة. وبهذا نعرف خطأ بعض المتنطعين الذين يحرصون على تصحيح بعض المصلين إذا مالوا يمينا أو شمالا، بل وربما أدى بعضهم إلى هدم المسجد لأنه بني على خلاف الكعبة بعد خروج هذه، أو على خلاف يعني أو على ميلان يسير عن الكعبة بعد خروج هذه الآلات والأجهزة التي تحدد جدار الكعبة. وإنني في الحقيقة لا أحبذ استخراج القبلة
أو معرفة جهة معرفة عين الكعبة بهذه الأجهزة. لما؟ لأننا نفزع إلى هذه الأجهزة فيما لم يرد لنا فيه نص، وهذه قد ورد فيها النص مفصولا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعلم ما ستكون عليه الحال، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلو أن هذه الأجهزة لا اعتبارها شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، لكنه جعل لنا جهة، لكنه جعل لنا فاصلا في ذلك، وهي أن الآفاقية البعيدة عن الكعبة إنما فرضه استقبال جهتها. وبما أن الدين مبني على التوسعة والتيسير، فلا ينبغي التضييق على الناس في الميلان يمينا وشمالا ميلانا يسيرا بحيث لا يخرج الإنسان عن جهة الكعبة. ولذلك لو أن فرضنا صفا طويلا جدا مستوي الطرفين وليس فيه انحناء، فإننا نجزم جزما بأن صلاة الجميع صحيحة. صلاة من في طرف الصفين، آخر رجل من هاهنا وآخر رجل من هاهنا مع طول الصف، فإن صلاتهم صحيحة. مع أن لماذا؟ لأنهم استقبلوا الجهة، لأنهم استقبلوا الجهة، فلذلك لا ينبغي التضييق على الناس. وأيضا من الأمور التي لا أحبذ فيها استعمال هذه الأجهزة هي أن هذه الأجهزة تخطئ وتصيب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخطئ ولا يصيب، عفوا، فإنه لا يخطئ أبدا وإنما استغفر الله، فإنه لا يخطئ أبدا وإنما فرضه الإصابة. والأمر الثالث أنها مجرد بدل، وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. نعم، هذه يستفاد منها فيما لو أشكلت علينا القبلة في برية أو بحرية يستفاد منها، وأما إذا كنا نعرف جهة الكعبة فبتحديد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي استبدال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. الأمر الرابع أنها قد تنتهي هذه التقنيات وتفسد وتتلاشى وتنعدم ولا تصدر أو لا تستورد مرة أخرى من البلاد التي تستورد منها، فإذا نسي الناس العلامة الشرعية فإنهم سيكونون في حيصة بيص. ويقرب ويذكرني هذا بما قرره العلماء من أن الرؤية المعتبرة لإثبات دخول شهر رمضان إنما هي الرؤية هاجمع بالعين، ومع أن هناك مكتشفات كثيرة تستطيع بها أن تتعرف على رؤية الهلال حتى ولو كان في السماء غيم أو قطر، أليس كذلك؟ ولكن العلماء ما اعتمدوا عليها لأن العلامة الشرعية يجب إحياؤها ولا ينبغي إهمالها، ويجب اعتمادها ولا ينبغي استبدالها بغيرها. هذا ما ندين الله جل وعلا به. إذن الآفاقي قبلته استقبال جهة الكعبة كما قررت لكم سابقا. الحالة الثالثة قبلة من أشكلت عليه الجهات في البر أو البحر، وهذا قبلته هي الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده، فيجب عليه إذا أشكلت عليه القبلة أن يجتهد وأن ينظر في علامات ودلائل والقرائن التي تدل على جهة القبلة، وهي علامات قررها علماء الفلك ويعرفونها، منها الشمس والقمر والجدي وبعض النجوم. فإذا كان الإنسان عارفا بهذه الدلائل فعليه أن يجتهد في استخراج جهة القبلة، فإذا غلب على ظنه أن جهة القبلة من هاهنا فإنه يصلي إليها تقبل الله منه، وإن تبين له بأخرة أن القبلة التي صلى إليها ليست هي عين القبلة الصحيحة فإن صلاته صحيحة. وبرهان ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند حسن من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولأن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحالة الثالثة قبلة المتنفل في السفر، قبلة المتنفل على الراحلة في السفر، فهذه قبلته حيث كان وجه ركابه، حتى ولو كان يعلم عين الكعبة فإنه لا يلزمه استقبالها على التفصيل الذي سيأتي في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن صارت الأحوال عندنا
أربع: قبلة المعاين للكعبة فرضه صابة العين، قبلة الآفاقي البعيد عن الكعبة فرضه صابة الجهة، قبلة من أشكلت عليه الجهات فرضه الاجتهاد، قبلة المتنفل السائر على ظهر راحلته في السفر قبلته حيث كان وجه ركابه، يعني إن كانت جهة سيره هي المغرب فقبلته المغرب وهكذا. ولعموم قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم نرجع إلى فوائد الحديث المذكور، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها الفرائض المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الكلام على هذا الحديث وفوائده في جمل من المسائل: الأولى، معنى قوله يسبح يعني يتنفل، يعني يتنفل كما قاله علماء اللغة. وقد يطلق على النافلة السبحة، فيقول العلماء سبحة الضحى، أليس كذلك؟ سبحة الضحى، سبحة الظهر، وهكذا. فالنفل يطلق عليه التسبيح. ففي حديث، ويدل على ذلك أيضا ما في حديث حفص بن عاصم قال: صلى لنا ابن عمر صلاة الظهر في سفر، ونحن في سفر، ثم جاء إلى رحله فجلس، فرأى قوما يسبحون. يسبحون، ما معنى يسبحون؟ يعني يتنفلون بعد الظهر. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. والشاهد منه أن العرب تطلق على النافلة التسبيح، التسبيح، بل إن التسبيح لا يطلق على النافلة فقط، بل قد يتوسع في إطلاقه حتى يطلق على الرافضة، حتى يطلق على الفريضة، استغفر الله، حتى يطلق على الفريضة. وعلى ذلك أحد التفسيرين في قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قيل إنه الصلاة، قيل إنه الصلاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على جواز النافلة في السفر على ظهر الراحلة، أن فيه دليلا على جواز النافلة في السفر على ظهر الراحلة، بل إن هذا ليس فيه، ليس دليلا على الجواز فقط، لا، بل إنه دليل على السنية والاستحباب، وهي من جملة السنن التي قل من يطبقها في هذا الزمان، فأحيا الله قلب من يحييها. فمن السنة لك إذا كنت راكبا على راحلتك في السفر أن تصلي النافلة ولو ركعتين إحياء لهذه، إحياء لهذه السنة، إحياء لهذه السنة. ومن فوائده ومسائله: هل يشرع ذلك في الحضر؟ هل يشرع ذلك في الحضر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أنه غير مشروع، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التنفل على ظهر الراحلة في السفر خاصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل كثيرا في الحضر، وربما كان يركب في الحضر كما ركب حماره وأردف عليه في الحضر، وركب فرسا معرورا أيضا في الحضر في جنازة ابن الدحداح، ركب عليها في حال رجوعه وغير ذلك. فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتنفل كثيرا في الحضر، وأنه ركب الدابة في الحضر، فلو كانت الصلاة مشروعة، فلو كانت النافلة مشروعة على ظهر الدابة في الحضر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. وصفة الصلاة توقيفية، فيقتصر على المحل الذي ورد فيه جواز ذلك وهو السفر، فيقتصر على محل جواز ذلك وهو السفر. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على عدم المشروعية، ولكنه إجماع ليس بصحيح، بل ثبت فيه الخلاف، ولكن الحق هو ما قررته لك بالدليل قبل قليل. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله: هل السيارات الآن تأخذ حكم الراحلة؟ هل السيارات والطائرة تأخذ حكم الراحلة الآن؟ الجواب: نعم، تأخذ حكم الراحلة. فإذا من السنة إذا كنت راكبا في طيارة أو سيارة، في طائرة أو سيارة، أن تتنفل على ظهر الراحلة، فلا حرج في ذلك، إلا أن في السيارة إذا كان الإنسان هو السائق فإنه ينبغي له ألا يفعل، لأنه يخشى عليه
في حال إيمائه بالركوع والسجود ألا يتم صلاته إلا على السرير الأبيض. أخشان يكبر في السيارة ولا تكبيرة الإحرام في السيارة ولا يسلم إلا على السرير الأبيض، لأن السيارة ليست كالدابة، فالسيارة لا عقل لها، والدابة لها عقل تدبيري لا تكليفي، يعني تدبر عمرها، ولا إذا جاعت تروح للطعام هذا عقل، وإذا جاعت بدأ وليست عندها طعام ماذا تقول؟ ها؟ ولا أستطيع أن أقلدها. أي نعم. ما حكم تقليد الدواب؟ نعم، حكم هذه مسألة استطرادية، حكم تقليد الدواب لا يجوز. لماذا؟ للأثر والنظر. أما من الأثر فلقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم بني آدم أنه جعله ناطقا، فالكلام والإفصاح عما في النفس بهذه الحروف والكلمات هذه من جملة ما كرمك الله، ولا ينبغي أن تترك ما كرمك الله وتبدأ إيش؟ ها؟ تقلد هذه الحيوانات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أننا منهيون عن التشبه بأفعالها، فنحن منهيون عن إقعاء كإقعاء الكلب، ليس كذلك؟ ومنهيون عن افتراش كافتراش السبع، ومنهيون عن نقر كنقر الغراب، ومنهيون عن الإشارة بالسلام بهذه الطريقة. قال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم أيديكم كأذناب خيل شمس، الخيل دائما تحرك، ها؟ والشمس نوع من أجاويد الخيل. فإذا كنا منهيين عن التشبه بحركاتها مع وجود الاحتمال، فكيف بتقليد أصواتها مع عدم الاحتمال؟ من اللي يشرح لي هذا؟ أبغى واحد يشرح لي هذا بسرعة. سم. تقليد الحركات قد يكون قد يوهم. ده وش يقلد؟ هذا يفترش، هذا وش يقلد؟ يقلد النمر، يقلد الذهب، الذئب، يقلد. لكن لو أنه قلد صوت الكلب ما عاد في احتمال. فإذا كنا منهيين ها جماعة مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال عن تقليد حركاتها، فكيف بتقليد أصواتها؟ طيب المهم وش نقول في مسألتنا؟ النظر الشيخ في إيش؟ هذا الأثر باقي النظر. هذا الدليل الأول، قلت لك ولقد كرمنا بني آدم، ومن النظر أننا منهيون عن التشبه بحركاتها. وش قلنا نقول؟ السيارة ترتفع. إيه نعم. فإذا السيارة إذا كان الإنسان سائقا فإنه لابد أن يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع هكذا ولا يستطيع أن ينظر، ويومئ بالسجود أنزل، فحينئذ أنا أخشى على السائق أن يصاب بشيء من الأذى إذا فعل ذلك، فسدا لذريعة ذلك وحفظا للنفوس التي جاءت الشريعة بحفظها فلا نفتي بذلك أو لا نقول ذلك. ومن فوائد هذا الباب عفوا ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على جواز النافلة جالسا مع القدرة على القيام، أن فيه دليلا على جواز التنفل جالسا مع القدرة على القيام. وهذا الحديث في السفر، لكن هل هذا دليل على جوازه في الحضر؟ نقول لا، الدليل على جواز التنفل جالسا في الحضر هو حديث آخر، وهو حديث شقيق العفو، وهو حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين وهو جالس، فدل ذلك على جواز التنفل جالسا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان جالسا في النفل وهو قادر على القيام فلا يكتب له من صلاة القائم إلا النصف فقط. ومن فوائد هذا الباب الحديث ومسائله أيضا أن فيه دليلا على طهارة عرق الناقة، أن فيه دليلا على طهارة عرق الناقة، وقد أخذنا في ذلك قاعدة أن العرق يتبع الذات، فما كانت ذاته طاهرة فعرقه ومخاطه ودموع عينه وريقه وسؤره كلها طاهرة. واضح هذا يا جماعة؟ لأننا قررنا أن المفرزات العلوية تتبع حكم الذات، والمفرزات السفلية تتبع حكم اللحم، هذا تفصيله ذكر سابقا في باب النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته وهي الناقة، لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أنه صلى على الحمار. طيب ونحن نقول إن الحمار نجس،
فنقول نعم هو نجس اللحم ولكنه طاهر العرق، وهذا من جملة ما يستثنى من هذه القاعدة، وجعلنا نستثني أجمع المشقة العظيمة في التحرز من عرقه وسؤره مع كثرة استعمال الناس له. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الهرة بأنها طاهرة، لما؟ لأنها لكثرة تطوافها على الناس، فيدخل معها ما كان في معناها، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وهذا من جملة التخصيص بالقياس، وهذا من جملة التخصيص بالقياس، والمخصصات إما القرآن وإما السنة وإما الإجماع وإما القياس وإما قول الصحابي. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله: هل يشترط استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام؟ هل يشترط استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط، ولكنه الأفضل والأكمل. فالأفضل والأكمل مع التمكن والسعة أن تستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم تصلي حيث كان وجه ركابك، ولكن لو كبرت الإحرام على غير القبلة فلا حرج عليك. طيب، ما دليل هذه الأفضلية؟ دليل هذه الأفضلية ما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر، استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. طيب، هذا فعل ولا قول؟ فعل. وهذا الفعل يفيد الاستحباب، لأن المتقرر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب إلا إذا اقترنت بقول فتفيد ما أفاد القول. إذن الأكمل للإنسان أن يفتتح صلاته إلى القبلة ثم يصلي حيث كان وجه ركابه، ولكن لو افتتح وكبر للإحرام عن غير جهة القبلة فلا حرج عليه. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على قاعدة طيبة عند أهل العلم تقول: جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. ومعنى هذه القاعدة أنه يرخص في النافلة شرعا ما لا يرخص في الفريضة، وذلك لتطلع الشارع إلى الاستكثار من النوافل. الشارع يحب الاستكثار من النوافل، فلو أنه شدد فيها وغلظ لأدى ذلك إلى تركها وعدم وثقلها على الناس، لكنه خفف فيها تخفيفا كبيرا. وليس هذا في نوافل الصلاة فقط، لا، بل حتى في نوافل الصوم وغيرها من جملة النوافل، بل حتى في نوافل الصدقة. فالزكاة شدد فيها وحدد في مصارفها، لكن النفقة صدقات وسع فيها، حتى إن الزكاة لا يجوز دفعها للكافر، وأما الصدقة فيجوز دفعها للكافر إذا لم يكن حربيا، لعموم قوله: صلي أمك، قال: وكانت كافرة، أقصد أسماء رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الباب الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن السنة في حق المسافر ألا يدع التطوع المطلق، فإن من الناس من يقول إن من السنة ترك السنة في السفر، وهذه كلمة واحد جاهل. لا، السنة التي يشرع تركها في السفر هي ماذا يجمع؟ هي سنة المغرب والظهر والعشاء فقط، هذه هي السنة التي تترك في السفر، وأما ما عداها من السنن والنوافل فإن من السنة فعلها في السفر، فإن من السنة فعلها في السفر، كقيام الليل فإنه لا يترك لا حضرا ولا سفرا، وكالوتر فإنه لا يترك لا حضرا ولا سفرا، وأيضا يا جماعة سنة الفجر فإنها لا تترك لا حضرا ولا سفرا، ومنها أيضا سنة الضحى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى كما في حديث أم هانئ في الصحيحين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى الضحى. فإذا هذا الذي يتفوه به بعض الناس من إطلاق قولهم إن من السنة ترك السنة هذا ليس بصحيح، وإنما السنن التي تترك إنما هي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط، وأما ما عداها فمن السنة فعله في السفر كما يسن فعله في الحضر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: هل يصلي المكتوبة على الراحلة؟ هل يصلي المكتوبة على الراحلة؟
الجواب: الأصل عدم جواز صلاة المكتوبة على الراحل، كما في هذا الحديث في قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي الرواية البخاري: إلا الفرائض. فأفادنا ابن عمر رضي الله عنهما أن تلك الصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الراحلة إنما هي النافلة فقط، وأما المكتوبة فإنه كان ينزل ويصليها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر كان يتطوع على راحلته، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لكن العلماء استثنوا حالة الاضطرار، فإذا اضطر الراكب إلى صلاة الفريضة على الراحلة لعذر ومسوغ شرعي فإنه لا حرج عليه في هذه الحالة، كما في حال الخوف الشديد فيما لو نزل. فلو أن الإنسان يمشي في قافلة ثم دخل وقت الصلاة ولم تقف القافلة، ويخشى أنه لو نزل وتوضأ وصلى لضاع في تلك البرية وأدى ذلك إلى انفلاته أو ضياعه عن القافلة، فحينئذ يسوغ له أن يصلي على الراحلة. وكما لو كانت الأرض مبتلة بالطين الشديد والوحل العظيم الذي يؤذي الإنسان في حال سجوده وقيامه ويخشى عليه من الضرر، فحينئذ يصلي على ظهر راحلته ولا حرج عليه. وكما لو كان الإنسان في زحام مروري شديد ويغلب على ظنه خروج الوقت قبل وصوله لمكان يستطيع فيه أن يقوم، فحينئذ يصلي في سيارته ولا حرج عليه. إذن الأصل أن الفريضة لا يجوز فعلها على ظهر الدواب والرواحل إلا في حال الاضطرار لا في حال الاختيار، وأما النافلة فيجوز فعلها في حال الاختيار بل حالة الاضطرار، يعني غير حالة، يعني فضلا عن حالة الاضطرار. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أيضا: ما الحكم لو كانت الراحلة حمارا وقد حكمنا عليه بالنجاسة؟ أقول قد ذكرنا طرفا من هذه المسألة في أول الشرح أظنها، وهي أنه لا حرج في ذلك. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وكذلك في الصحيح من حديث ابن سيرين أنه رأى أنس يصلي على حماره، يصلي على حماره. فإن قلت: أليس الحمار نجسا؟ نقول: نعم، ولكن خفف في عرقه وسؤره لمشقة التحرز منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحفظ من عرق الحمار، فلم يكن يفرش على الحمار شيئا يمنعه من وصول من اختلاط العرق به، ولم يكن يغسل قدميه ولا ثيابه بعد نزوله من الحمار مع تأكدنا وتيقدنا من أنه قد عرق بسبب الركوب وطول المشي عليه. فإذن الحمار مخفف في عرقه وسؤره لكثرة تطوافه علينا ومشقة التحرز منه، وهذا الفرع يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. ومن مسائل هذا الحديث أيضا وفوائده أن فيه بيان لقول لقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وبالمناسبة هذه الآية يدخل تحتها عدة فروع. الفرع الأول يدخل تحتها المتنفل السائر في السفر، فيقال: صل حيث كان وجه ركابك تقبل الله منا ومنك، فأينما تولوا فثم وجه الله. بل إن ابن عمر ذكر أن سبب نزول هذه الآية هو التنفل في السفر، هذه واحدة. ويدخل تحتها صلاة من أشكلت عليه الجهات، كما في جامع الترمذي بالسند الحسن الذي ذكرته قبل قليل من حديث عامر بن ربيعة قال: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ويدخل فيها حال التحام الصفين في الجهاد وعدم التمكن من استقبال القبلة، فهنا نصلي رجالا أو ركبانا، قياما أو مشاتا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث يبين لنا قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على جواز الوتر على البعير، فالوتر على البعير جائز. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن الوتر سنة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة. انتبهوا يا جماعة لهذه الفائدة،
أن فيه دليلا على أن الوتر سنة، وهو القول الحق في هذه المسألة خلافا لبعض الحنفية رحمهم الله. وقد انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: منهم من أوجب الوتر مطلقا على الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من توسط فقال إنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق غيره. والقول الحق والقول الثاني، وهو أنه سنة مطلقة. طيب، من يبين لي وجه الاستدلال بسنيته من هذا الحديث؟ كيف استفدنا سنية الوتر من هذا الحديث؟ بس ما تخطي. طيب اختي على الراحلة، فلو كان فريضة لما صلى. أحسنت، نقول وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها على صلى الوتر راكبا، مع أن ابن عمر يقول إلا الفرائض إلا المكتوبة، فدل ذلك على أن ابن عمر وهو راوي الحديث فهم أن الوتر من جملة السنن، فنص عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي هذا رد على من قال بأن الوتر واجب سواء في حق الأمة أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله: هل تجيزون أيها العلماء أن يترخص من سافر سفر معصية بهذه الرخصة فيتنفل على راحلته؟ لا بد أولا أن نفرق بين المعصية في السفر وسفر المعصية. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المعصية في السفر وسفر المعصية؟ من يستطيع أن يجيب؟ الأخ. يعني أصل إنشاء السفر إنما هو لمعصية، هذا إيش سمى؟ سفر المعصية. أحسنت. والثاني؟ نعم، أصل سفره جائز ولكنه ارتكب بعض المعاصي في سفره. المسألة مفروضة في سفر المعصية ولا المعصية في السفر؟ سفر المعصية. ماشي، هل تجيزون له أن يترخص يا إخوان؟ أولا أقول ذلك الذي إنما أنشأ سفره للمعصية جزاه الله خير، ذا اللي بيتنفل على راحلته يعني الله يكثر خيره يا أخي، يعني إنما هو أراد بسفره المعصية. إنما أراد بسفره يا إخوان تبوا معي، إنما أراد بسفره المعصية، ومع ذلك اشتاقت نفسه إلى أن يفعل هذه الرخصة، فإن من حكمة الشريعة ألا يضيق عليه فيها، لأنكم تعرفون أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلربما أدى يعني أدته صلاته إلى الانتهاء عن هذا السفر، عن هذه المعصية التي أرادها بسفره. كذا ولا لا يا إخوان؟ انتبهوا، لا تنشغلون عني بشيء يا جماعة، لا تنشغلون عني بشيء أرجوكم. فإذا لو صلى فإذا لا نمنعه من هذه الرخصة. فإذا كان الإنسان في سفر حتى ولو كان سفر معصية فنأمره بالطاعة، ومن جملة الطاعة التي نأمره بها أن يتنفل ويحيي هذه السنة، فلعل الله جل وعلا أن يشرح صدره للتوبة والإقلاع عن هذا الذنب والعودة إلى بلاده، وربما شرح الله صدره إلى أن يقلب سفره من سفر معصية إلى سفر دعوة إلى الله جل وعلا. فليس من الحكمة الشرعية ولا من الأصول المرعية ولا من الفقه في الدين أن نمنعه. فإذا القول الصحيح أنه رحمك الله أنه حتى ولو كان في سفر المعصية فإنه يسوغ له أن يترخص بهذه الرخصة، لأنها من جملة رخص السفر. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تدل على هذا الأصل العظيم، الأصل الشرعي العظيم، وأن الله جل وعلا جعل من مقاصد وأصول هذه الشريعة رفع الحرج. الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ووجه ذلك أنه أجاز، أنه أسقط استقبال القبلة في حالة نافلة، وأجاز الجلوس على الراحلة، وغير ذلك مما هو مذكور في هذا الحديث. فهذا كله من باب المشقة تجلب التيسير، ومن باب رفع الحرج عن هذه الأمة. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه بيانا لكيفية الصلاة على النافلة، أن فيه بيانا لكيفية الصلاة على النافلة، لأن سائلا يسأل ويقول كيف أصلي على النافلة، فنقول صلي عليها حيث كان وجه ركابك تومئ بالركوع والسجود وتجعل سجودك أخفض من ركوعك، وتجعل سجودك
أخفض من ركوعك كما قرره هذا الحديث ونص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث الجميلة وقل من ينبه عليها وهي أن الحركة أن فيه دليلا على أن الحركة الاضطرارية التابعة لا تفسد الصلاة لأننا نعلم أن من كان على ظهر الناقة فإنه وهو يصلي لا بد أن يتحرك جسده، ليس كذلك؟ وكذلك على ظهر الحمار، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، مع أننا نعرف أن الحركات مما الحركات الكثيرة المتوالية مما يبطل الصلاة ويفسدها، ليس كذلك؟ أو على الأقل أنها محرمة في الصلاة، لكن هذه الحركات هي الحركات الاختيارية، وأما الحركة الاضطرارية التابعة فإنها لا حرج عليها. طيب لماذا قلت اضطرارية؟ لأن الإنسان يتحرك من غير اختياره، وإنما تحرك بسبب سيره على الدابة. طيب لماذا قلت تابعة؟ لأن جسد المصلي يتحرك حسب تحرك المكان الذي يصلي عليه، فهذه الحركات لا تضر المصلي، وسيأتينا تفصيل أكثر في الحديث الذي بعده إن شاء الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله، ما الحكمة من هذا التخفيف في النافلة في السفر؟ ما الحكمة فيه؟ الجواب: الحكمة فيه حتى لا ينقطع المسافر عن التعبد لله جل وعلا. الحكمة فيه حتى لا ينقطع المسافر عن العبادة لله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أيضا، طولنا عليكم في هذا الحديث لكن إن شاء الله كلها مسائل طيبة، ما الحالات التي يسوغ فيها ترك الاستقبال؟ ما الحالات التي يسوغ فيها ترك الاستقبال؟ أقول هي عدة حالات، منها النافلة في السفر على ظهر الراحلة، النافلة في السفر على ظهر الراحلة كما قرره حديث ابن عمر هذا وحديث عامر بن ربيعة في الصحيحين أيضا. ومنها من كان عاجزا عن استقبال القبلة لمرض وخوف ونحوه، أيضا يسوغ له ترك الاستقبال، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة أو واجباتها، والشروط والواجبات والأركان تسقط بالعجز، لأن المتقرر أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ومنها أيضا عند اشتداد القتال والتحام الصفوف، لعموم قول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: رجالا أو راكبين مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة جدا، والتي تقول: إن البدل يقوم مقام مبدله عند تعذره، أريد بطلا منكم يستنبط لهذه الفائدة من الحديث، أن البدل يقوم مقام المبدل عند تعذره، يعني إذا عجزت عن الأصل فانتقل إلى البدل، فإن البدل يقوم مقام الأصل عند تعذر البدل. تقدر يا شيخ؟ الأصل استقبال القبلة. طيب ماشي، وغيرها؟ والصلاة على الأرض. إيه، والصلاة على الأرض، كل هذه صحيحة. نفس ما بجت اللي في ذهني الحين، أنا لا أحاسبه كلها بما في ذهني. على كل حال يقول العلماء: إن المتنفل أومأ بالركوع والسجود، فاكتفى الشارع منه بالإيماء، مع أنه ليس هو الأصل وإنما هو البدل. فالإيماء بالركوع قام مقام الركوع الكامل، والإيماء بالسجود قام مقام السجود الكامل، فهذا دليل على أن البدل يقوم مقام المبدل في كل ما كان من خصائصه. ومن فوائد هذا الباب أيضا أن فيه دليلا على وجوب الاهتمام بالعمل بالعلم، فالإنسان لا يجعل علمه مسائل يستجمعها في عقله وقلبه ويحفظها فقط، لا، بل لا بد أن يخرجها من صدره وعقله ويجعلها عملا، فإن علما بلا عمل معاقب عليه صاحبه يوم القيامة، ولله در القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. والعمل بالعلم قسمان: عمل بالعلم الواجب كالفرائض وغيرها، فهذه لا اختيار للإنسان فيها، وعمل بالعلم المندوب كالنوافل وغيرها، وهذه ينبغي للإنسان أن لا يهمل شيئا منها،
يعمل بالحديث ولو مرة واحدة، فإن من عمل بالحديث مرة واحدة كتب أنه من العاملين به. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عملت به ما شاء الله، حتى ولو عملت به مرة واحدة فإنك تكتب أنك عملت بهذا الحديث. وهذا فيه إحياء للسنة. وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي عن هذه المسألة، وقلت إن السنة واسعة، فهل يسوغ للإنسان، أو هل يكتب في لفظ سؤالي أو نحو من هذا، قلت هل يكتب الإنسان أنه من العاملين بالحديث ولو مرة واحدة؟ فأجابني الشيخ بقوله: نعم، يكتب بأنه من العاملين بهذا الحديث، ولكن كلما استكثر الإنسان من العمل بالعلم كلما كان أرفع له درجة. واضح يا جماعة في هذا؟ طيب، فإذا ينبغي للإنسان أن يتقي الله فيما يحمله في صدره من العلم. نعم، ينبغي للإنسان أن يتقي الله في ذلك، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك لما كان أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى يكثر سؤال ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنها عن العلم، فقالت له عائشة رضي الله عنها مرة: يا ابن أخي، لأن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قالت: يا ابن أخي، أتعمل بكل ما تعلم؟ قال: لا يا أمه. قالت: يا بني إذن لم تستكثر من حجج الله عليك؟ يا بني إذن لم تستكثر من حجج الله عليك؟ لأنك لو أن كونك جاهل تبقى جاهلا هذا أعذر لك عند الله من أن تعلم هذه المسألة ولا تعمل بها، فهذه حجة عليك، هذه حجة عليك. ولذلك الله لا يعذب قبل العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والتكاليف الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. واضح؟ إذن كون الإنسان يحرص على استجماع تلك المسائل وحفظها وتجريدها واختصارها وتأليفها وتدريسها، ثم إذا نظرت إلى ميزان عمله لم تجده شيئا، هذا في خطر عظيم على هذا الإنسان، هذا في خطر عظيم على هذا الإنسان. طيب، من أين استفدنا هذه الفائدة؟ في قول ابن عمر، في قول نافع عن ابن عمر: وكان ابن عمر يفعله. وكان ابن عمر يفعله، ايش معنى يفعل؟ ماذا يعني؟ يصلي على ظهر راحلته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فعل ابن عمر له، أن فعل ابن عمر له، إيش معنى له؟ يعني لصلاته على الراحلة، وهو الراوي، انتبه، هو الراوي. فعل ابن عمر له دليل على بطلان قول من قال بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، لأن بعض أهل العلم وهم قليل جدا قالوا إن الصلاة على ظهر الرواحل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طيب، فعل ابن عمر له يدل على بطلان قولهم، لما؟ لأن تفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث، فابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمرويه من غيره. ولأن دعوى الخصوصية لا تقبل إلا ببرهان، لأن المتقرر أن الأصل في الخصائص التوقيف على النص، والمتقرر أن كل حكم من يكمل قاعدة والمتقرر أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. يا أخواني، إذا سألتكم ولم تجيبوا جاء في قلبي ونفسي كسل عجيب عن الشرح، اي والله العظيم، ما اقولها لكم يعني مدحا للنفس، لكن والله اذا سالتكم خاصه في مساله واضحه او وقفت اريدكم ان تكملوا ولم تجيبوا، اجد في نفسي كسلا عن الشرح، واجد في قلبي ايضا اذا كثر ذلك منكم، اجد في قلبي الحقيقه ندما كبيرا على التعب في التحضير، يعني انا اتعب في التحضير. فاذا لم اجد منكم استجابه ضاق صدري والله، فلذلك انتبهوا لي يا اخوان جزاكم الله خير. فإذا وقفت وقلت من يكمل، حاول أن تكمل حتى ولو خطأ، هم بتنفس في عيونك بس ما أدري عنك، أنت فاهم ولا ما أنت فاهم.
ومنها أيضا ولعله آخرها من الفقهاء رحمهم الله تعالى: يا إخواني، من فرق بين السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة والسفر القصير، فقال إن التنفل على الراحلة في السفر إنما يشرع في السفر الطويل لا في السفر القصير. ما رأيكم في هذا المذهب؟ الجواب: هذا مذهب ليس بصحيح. فإن قلت ولما؟ نقول: لأن التفريق بين نوعي السفر لا دليل عليه، لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة. فإذا كل من دخل في مسمى السفر سواء كانت مسافة قصيرة أو طويلة، قصيرة يعني اللي بيذهب للرياض ويرجع من أهل الدلم هذا سفر قصير ولا لا؟ لكن طويلة اللي بيذهب لمكة ويرجع هذا سفر طويل. فإذا العبرة هي في دخول الإنسان في مسمى السفر، فمتى ما دخل في مسمى السفر فإنه يشرع له أن ماذا يجمع؟ أن يتنفل على ظهر راحلته بغض النظر عن كونه قصيرا أو طويلا. فإذا هذا التفريق لا برهان له. وأنتم تعرفون أننا قدمنا قديما قاعدة، وهو أن كل تقسيم ينبني عليه حكم شرعي فمبناه على التوقيف. يعني لا تقسم شيئا ينبني على هذا التقسيم أحكام شرعية إلا وعلى هذا التقسيم دليل. طيب أين الدليل الدال على تقسيم السفر إلى طويل وقصير ثم نبني عليه أنه يجوز في الطويل التنفل على الراحلة ولا يجوز في القصير؟ هذا بنينا على حكم شرعي. فبما أنه تقسيم ينبني عليه حكم شرعي فإذا لابد أن يكون مبناه على التوقيف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. نعم، الحديث الثاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح بقباء صلى الله عليه وسلم بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم. عندك فاستقبلوها بفتح الباء؟ لا يا شيخ. على كل حال هي رواية، لكن في رواية البخاري من طريق الأصيلي استقبلوها، وسيأتينا مسألة خاصة بالباء فتحا وكسرا. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أحسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، الكلام على هذا الحديث في مسائله وفوائده في جمل من النقاط. الأولى أن فيه دليلا على قوة استجابة الصحابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة مسلكية تربوية ينبغي أن نربي أنفسنا نحن المسلمين عليها. فإذا إذا جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نقول لما وكيف ولكن ولعل، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. ويقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فصورة الاستجابة التي وردت في هذا الحديث ونقلها لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لصورة عظيمة يشاد بها في عند جميع الملل والطوائف. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة يستجيبون لأمر الله جل وعلا ويستديرون كما هم إلى القبلة الجديدة. فهذا فيه تربية عظيمة على وجوب الاهتمام بسرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن السير على الصراط المستقيم الذي سينصب على ظهراني جهنم يوم القيامة يكون بقدر وحسب سيرك على هذا الصراط المعنوي الذي يكون في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمراد بصراط الله يعني متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره. فكلما كان الإنسان أسرع في الاستجابة لأمر الله ورسوله كلما كانت قدمه أسرع على الصراط هناك يوم القيامة. ومن أبطأت قدمه هنا أبطأت هناك، ومن زلت قدمه عن الصراط المعنوي في الدنيا زلت قدمه عن الصراط الحسي يوم القيامة. فنسأل الله يثبتنا على هذا الصراط المعنوي. ف
فإن ثبات أقدامنا على هذا الصراط يؤدي وينتج الثبات يوم القيامة على الصراط المستقيم الذي ما منا من أحد إلا وهو وارده. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أيضا أن فيه دليلا على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، وقد أطبق على ذلك أهل السنة والجماعة وعامة علماء الإسلام إلا بعض أهل البدع. فالحقيقة هذه المسألة إجماعية، وأهل البدع لا شأن لنا بخلافهم، كما أننا لا نفرح بوفاقهم. فإذا العلماء رحمهم الله تعالى على وقوع النسخ في الشريعة، فقد كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله جل وعلا القبلة إلى المسجد الحرام، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما وقوعه الشرعي فلا يكاد يخفى كتابا وسنة، فمثاله هذا المثال. ومن أمثلته كذلك نسخ ومن أمثلته أيضا ما ورد في آيتي المصابرة، من أن المسلم كان في أول الإسلام لو قابل العشرة فلا يجوز له أن يفر، لكن نسخ الله ذلك إلى مقابلة الاثنين. ومنها كذلك نسخ المعتدة المتوفى عنها زوجها من حول كامل إلى 4 أشهر و10، والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا. فإذا هو واقع شرعا. طيب، وجائز عقلا، ما وجه جواز النسخ عقلا؟ أقول الجواب أن الأحكام الشرعية مبناها على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، والله جل وعلا عليم حكيم خبير بما يصلح عباده، فإذا قرر الله حكما لمصلحة يعلمها في عباده ثم ارتفعت هذه المصلحة فيرتفع بارتفاعها الحكم، ويقرر الله جل وعلا حكما جديدا له مصلحة جديدة متناسبة مع هذه الفترة الزمنية. وقد أجمع العلماء على أن النسخ عملية لا تكون إلا في العهد النبوي فقط، صلى على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا نسخ في الشريعة. ومن فوائد هذا الباب أيضا والحديث ومسائله أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة، وهي أصل عظيم من أصول الشريعة، تقول هذه القاعدة: إن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. أن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. والدليل على ذلك أن الصحابة ما أبطلوا صلاتهم التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخة، وإنما بنوا على صلاتهم واستداروا كما هم من القبلة المنسوخة إلى القبلة الناسخة. فلو أنهم كانوا مطالبين بهذا العلم قبل بلوغه إليهم لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم استمرارهم في هذه الصلاة، ولا أمرهم أن يعيدوها، لكن لما لم يأمرهم وأقرهم دل ذلك على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يعلمه. وبنى على ذلك أهل العلم: من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء ووقع في تفويت مأمور أو ارتكاب محظور جاهلا فإنه معذور. وكذلك المسلم، وكذلك الحربي إذا أسلم في دار حرب فإن دار الحرب تخلو من العلماء ومن المسلمين في الأعم الأغلب، فلو أنه بقي في دار الحرب جاهلا ببعض الأحكام الشرعية ثم علم بها فإنه غير مؤاخذ على ذلك، وقد شرحنا أدلة هذه القاعدة في موضع آخر. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا أيضا على عدالة الصحابة وثقتهم وتزكيتهم في نقلهم للأخبار، وأنه ليس فيهم كذاب ولا مقدوح فيه كما تقوله الرافضة الملعونة عليهم من الله ما يستحقون. والدليل على ذلك أن الراوي قال: إذ جاءهم آت، فمنهم من عرف صوته ومنهم من لم يعرف صوته، ومع ذلك استجابوا له جميعا، ولم يستفصلوا هل هذا الخبر صدق أو كذب، مما يدل على أن المتقرر أن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات لا يسأل عن عدالتهم. وعلى ذلك أطبق علماء أهل السنة والجماعة، بل جعلوه من جملة العقائد التي يجب اعتقادها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على قاعدة قبول خبر الآحاد مطلقا، سواء كان في العقائد أو الشرائع. فلو أن قبول خبر الآحاد لا يقبل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم استجابتهم في ترك هذا الأمر الذي وقع تواترا،
وهو أن بيت المقدس يستقبل بالسنة المتواترة، لكن الصحابة تركوا هذا الأمر المتواتر بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن خبر الآحاد مقبول والأدلة مبحوثة في غير هذا الموضع. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أن فيه دليلا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة يهود، على مخالفة اليهود، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء رجاء أن ينزل عليه وحي يأمره بترك الجهة التي تستقبلها يهود وهي بيت المقدس إلى قبلة أبيه إبراهيم وهي المسجد الحرام. ففي هذا تربية مسلكية على وجوب مخالفة اليهود في نعم على وجوب مخالفة الكفار في كل ما كان من عاداتهم وعباداتهم. والقاعدة في نفي التشبه تقول يجب أو نقول يحرم على المسلم التشبه بالكفار في كل ما كان من عباداتهم وعاداتهم، يحرم على المسلم التشبه بالكفار في كل ما كان من عباداتهم وعاداتهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ومسائله أن فيه دليلا على أن الحركة الاختيارية لمصلحة الصلاة لا تفسد الصلاة، أن فيه دليلا على أن الحركة الاختيارية التي مردها وعودها إلى مصلحة الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة. ولذلك يقول فاستداروا كما هم إلى الكعبة، وهذا الدوران فيه حركة كثيرة، لأنه كان في المسجد إمام ومأمومون ذكورا وإناثا، فإذا كيف حصل ذلك سيأتينا تفصيل كيفية حصوله في كلام الحافظ ابن حجر إن شاء الله، ولكن على كل حال أن هذه حركة لمصلحة الصلاة. فاستفاد العلماء من ذلك أن الحركة لمصلحة الصلاة لا حرج فيها حتى وإن كثرت وتعاقبت وتوالت فإنه لا حرج فيها، وسيأتينا تفصيل أكثر بعد قليل إن شاء الله تعالى إن أمكننا هذا الدرس. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله أيضا لقد قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الاجتهاد في القبلة في البلد، لقد قرر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الاجتهاد في القبلة في البلد، لا سيما إذا كان بلدا إسلاميا، لأن الاجتهاد بدل ولا يفزع إليه إلا عند عدم معرفة جهة القبلة بيقين. فالبلاد الإسلامية يستطيع الإنسان أن يستدل على القبلة فيها بالسؤال والتحري والنظر إلى محاريب المسلمين ومساجدهم، فكونه يجتهد في بلاد المسلمين فهذا فيه تفريط وتقصير. فلو أن إنسانا اجتهد في بلاد من بلاد المسلمين في البحث عن جهة القبلة ثم صلى إلى الجهة التي هي خطأ فإن صلاته غير صحيحة والواجب عليه إعادتها. وهذا يحصل كثيرا فيما لو أبدل الإنسان بيته من بلد إلى بلد، أو تحصل أيضا في مسألة الفنادق والشقق المفروشة التي ليس عليها علامات جهات القبلة ولا لا يجمع، هذه تحصل كثيرا. فإذا الاجتهاد يختصر به في حال السفر في برية أو بحرية، نعم، يعني في حال عدم وجود من يسأله عن عين القبلة بيقين. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله فاستداروا كما هم إلى الكعبة، قال وتصويره يعني كيفية استدارتهم، تبوا يجمع، قال إن الإمام تحول من مكانه، انتبه يجمع، إن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخره. إذن أول من بدأ بالتحويل من؟ هو الإمام، ثم شق الصفوف حتى صار في مؤخر المسجد لأنهم كانوا مستدبرين للكعبة، ثم بعد ذلك تحول المأمومون ثم تخطاهم النساء فصار الإمام في مؤخر المسجد ثم يعقبه الرجال ثم عقبه النساء، كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول بنصه إن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه ثم تحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله فاستقبلوها روي بروايتين، برواية الفتح
وبرواية الكسر. قوله فاستقبلوها بالفتح بفتح الموحدة يعني الباء، المراد به خبر عن حالهم وفعلهم. وأما برواية الكسر وهي رواية الأصيل عند البخاري فإنه قال فاستقبلوها، هذا دليل على أن هذا الآتي أمرهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وهو استقبال القبلة. ورواية الكسر أكثر، ورواية الكسر أكثر، رواية الكسر أكثر. يقول الحافظ ويرجح رواية الكسر أنها عند البخاري في التفسير من رواية سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ وقد أمر أن يستقبل القبلة، ألا فاستقبلوها، وقد أمر أن يستقبل القبلة ألا، هنا ما يجي الفتح وإنما لا يصح إلا الكسر. ولذلك عندنا أمر ونتيجة، أما الأمر فهو بكسر الباء فاستقبلوها، وأما رواية الفتح فهي إخبار عن النتيجة التي حصلت في قوله فاستقبلوها. طيب لعلنا نقف عند هذه الفائدة حتى نقيم الصلاة، ولعل نبهوا على الفائدة التي وقفنا عندها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة